هلا لو عندي M hypotheses N pieces of evidence. N M hypotheses يعني في عندي مجموعة من هلا لاحظوا الهايبوثيسيز لازم تكون mutually exclusive و exhaustive. اوكي؟ يعني عندي H1 H2 H3 لحد HM لازم واحدة من هذول تكون صحيحة. تمام؟ ما بصير التنتين يصيروا مع بعض. يعني مثلا إذا قلنا المجرم هو H الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وراح أخلي واحدة منهم تكون ولا واحد من هذول شخص آخر، يعني هذا أبر. هلا لازم تكون صحيحة واحدة من هذول، ما بصيرش يكون المجرم هو H1 و H2. أوكي ماشي، واضح إنه هذا mutual exclusive و exhaustive. هلا احنا لو في محكمه بيجي الاحصائي اللي بيجيبه المدعي، مثلا المدعي او الدفاع ببدا يقدم القضيه تبعته، بقول احتمال يكون H1. هلا على اي اساس بده يغير H1 و H2 و H3 مثلا H4؟ بده يقدم ايفيدنس. هلا الايفيدنس ممكن راح يكون بس اندبندنت، بس مطلوب الايفيدنس يكون اندبندنت. هلا بنيجي بنقول السؤال اللي بنساله او اللي بدنا نحاول نقدمه للقاضي، بنقول احتمال probability of H1 هي السؤال اللي بنسأله، ايش يعني عم نسأل؟ ايش احتمال انه يكون المجرم هو H1 given انه الايفيدنس عندي حصل، هذا الايفيدنس عندي، قطع الايفيدنس ال N N pieces of evidence E1 E2 E3 E4 E5 لحد EN، وهذا طبعا بده يكون عندي البروبابيلتي المعكوسة مش هيك؟ البروبابيلتي اوف E1 E2 E3 EN given H1، وبده يكون عندي probability of E1 E2 ايش احتمال انه هذا الايفيدنس يحصل؟ وبعدين برد بروح على المجرم الثاني ونعيد نفس الشيء، given the evidence هذا موجود هون، وبتبدا تتغير كل ما توفرت piece of evidence اضافيه راح ترتفع فرص هذا او تنزل فرص هذا حسب ايش الـ ايش الايفيدنس هذا بدلنا. فهلا بالنسبه طبعا كل مره بصير عندنا ايفيدنس جديد بقدر اعدل هذول البروبابيلتي اوف H1 H2 H3 H4. المهم بهذول اذا لازم يكونوا mutually. هلا لاحظوا هذا الايفيدنس ممكن يصير بنفس الوقت، هذا مش هذا ما بصير يكون مشول اكسكلوسيف، ما بصير لو صارت اي 1 ما بصيرش يصير اي 2، ممكن يصير الايفيدنس كله، ممكن يصير جزء منه. الشيء الوحيد المطلوب بهذول انهم يكونوا اندبندنت. هلا هاي صعبه جدا بس احنا راح نفترض انهم اندبندنت. هلا راح نشوف شو يعني اندبندنت، شو راح ياثر هذول ميوتشولي اكسكلوسيف اند اكزوستيف. دول mutual exclusive exhaustive يعني probability of H1 and H2 بتساوي 0، probability of H1 and H2 and H3 and HM بتساوي 0، لكن هم exhaustive يعني probability of H1 plus probability of H2 plus probability of H3 plus probability of HM بتساوي 1، لازم واحد من هذول يكون. حتى لو باجي بحط HM بتكون other مجرم ما بعرفه، أو أنا متأكد إنه هذول إنه واحد منهم هو اللي عمل العمل، فباجي بقول من H1 ل HM لازم واحد منهم يكون، ما فيش حد تاني، واحد من هذول. Independent لما يكون عندي إشي independent بنقول probability of E1 and probability of E1 and E2 so probability of E1 probability of E2 independent. هذول evidence ما بيأثر، يعني لو لقيت E1 مش ما بيزيد أو بغير فرص إنه ألاقي E2 أو ألاقي E3 أو ألاقي E4، وهذا ضروري عشان نقدر نكمل في المعادلات من هون. هلا ممكن حد يجي يقول هل انا فعلا متاكد ان هدول اندبندنت؟ احنا هم مفترضين انهم اندبندنت، فهذا الايفيدنس اندبندنت انه يصير عندي بيس اوف ايفيدنس الاولى مستقله تماما انه يصير عندي بيس اوف ايفيدنس الثاني. هلا بالنسبه ل H1 و H2 حتى نذكر حالنا، هاي بتأكد لي ان هدول mutually exclusive and exhaustive، لازم واحد منهم تصير. هلا احنا السؤال اللي بنسأله من السؤال ايش احتمال H1 وايش احتمال H2 اذا بدنا او H3 او H4. هلا هذه راح تساوي، هلا انا بالبدايه ببدا H1. هلا بعرف كيف بنحدد هذا H1 انه الجلد تبعه يمكن على السوابق تبعته او شيء زي هيك، مثلا في عندي probability ال H1 انه هذا هو الشخص اللي موجود، هذه قبل ما يبين معي الايفيدنس. هلا بدنا نعدلها، بدها تصير هاي هون معكوسة، فبصير probability of E1 E2 EN given H1 probability of E1 E2
لاحظوا هدول independent شو بقدر اعمل فيهم؟ بقدر اضربهم ببعض مش هيك؟ يعني probability of E1 يعني هون على فكرة الضرب زي هاي يعني هاي كمان هي نفسها E1 هدول equivalent في الترمينولوجي في ناس بيستعمل هاي في ناس بيستعمل هاي الدوت معناها انه يصيروا التنين مع بعض البلس معناها انه يصير واحد او الثاني او التنين يعني عند الانترسكشن معادلة للدوت واليونيون معادلة للبلس استعملتوا هاي الترمينولوجي اوكي واللي هي نفسها كمان هذه عندي هون اللي هي and عفوا هذه or وهاي اوكي ماشي الكل فاهم هذه هلا هاي لاني افترضت انهم independent رح تسهل علي اشياء كثير منهم شوفوا ايش رح نعمل الان رح ناخذ p of h1 مثلا او hi أنا عندي هدول رح اخذهم probability of e1 given h1 مضروبه في probability of e2 given h1 the probability of e3 given h1 وهدول رح يصيروا probability of e1 probability of e2 بهذا الشكل وهلا رح نطلع لهم معادله نطلع لهم معادله ثانيه بناء على هلا ممكن كمان هذول احطهم بهذا الشكل probability of e1 e2 e3 given h1 the probability of h1 زائد probability of e1 e2 e3 given h2 the probability of h2 بصير اعملهم بهذا الشكل متذكرين زي اللي عملناها قبل شوي اوكي باخذ لان انا في عندي عدد من الايفنتس فبروبابيلتي اوف h1 هدول given h1 مضروبين في h1 اذا بدك فكر فيها هي مش صحيحه رياضيا بس فكر فيها كانه ال h1 اللي فوق لغت ال h1 اللي تحت كل هذا بجمعهم كلهم على h بعطيني البروبابيلتي انه يصير e1 e2 e3 e4 هلا رح ناخذ مثال عملي او مثال رقمي نشوف كيف الهايبوثيسيس بتتغير